السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعون فيها. حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي يقرر في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي المشاركة في الحوار السياسي المرتقب. شركة تازياز تؤكد في رسالة لها إلى العمال استعدادها الالتزام بتعليق التغييرات في الضريبة على الأجور. وزير التعليم العالي يقول إن التعليم العالي بموريتانيا يشكو بعض الاختلالات على المستويين العمومي والخصوصي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قال بيان صادر عن حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي إن مكتبه التنفيذي قرر خلال دورته العادية المنعقدة بنواكشوط المشاركة في الحوار السياسي المرتقب. وأضاف البيان أن الهدف من مشاركة الحزب في الحوار هو تجاوز الوضع الراهن نحو ما سماه واقعا يتيح للجميع ممارسة ديمقراطية شفافة. ومعنا في الاستديو محمد والنمين الأمين الدائم لحزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي، أهلا وسهلا بك. يعني حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي يقرر المشاركة في الحوار المرتقب، على أي أساس جاء هذا القرار؟ شكرا. السلام عليكم ورحمة الله. رمضان مبارك لجميع الموريتانيين، الصوم مقبول. بالنسبة للسؤال الأساس اللي اتخذ عليها القرار، هو أولا من استراتيجية الحزب والمبادئ اللي يبنى عليها، بأنه أي نشاط كامل يصب في مصلحة الوطن يدخل فيه، لأن الحوار بالنسبة لنا من مبادئ الاستراتيجية للحزب. وما دام من مبادئنا الاستراتيجية، كان اجتماعنا بالأمس فقط لمداولة المحاور المتعلقة بهذا الحوار، ومبدأ المشاركة شبه كان مقرر. إذن ذاك التداول اللي خلق في المجلس التنفيذي، المكتب التنفيذي بالأمس، كان فقط لطرح الأسس كامل للحوار. وبالنسبة للجواب عليكم باختصار، احنا على كل حال أي شيء في مصلحة الوطن طيب ندخلوا فيه. يعني البيان الصادر عن المكتب التنفيذي لحزب الوئام قال إن المشاركة جاءت بدافع تجاوز الوضع الراهن، يعني ماذا تقصدون بالوضع الراهن؟ يعني ما تقييمه له أيضا؟ الوضع الراهن نقصد احنا به بأن ما دامت موجودة خلافات في الرؤية بين المكونات السياسية كامل البلد، وهذا بطبيعة الحال هو اللي طهر الساحة السياسية اليوم، نحن نعتبره إذن أنك الوضع لازم يتغير شور الأحسن. طيب ما تقييمكم لهذا الوضع؟ نحن نعتبر أن الوضع السياسي في البلد الحالي وضع يمتاز برؤية مختلفة عند بعض المكونات السياسية للبلد، وذاك ينعكس شيئا ما سلبيا على الحياة العامة. وما دام الحوار لا يصب في مصلحة البلد، هل يمكن الحوار يعود فايته للمجتمع أنه يتجاوز هذا الوضع اللي ذكرنا؟ طيب يعني ما موقف كتلة المعاهدة التي يعتبر حزبكم يعني فاعلا فيها في موضوع الحوار السياسي المرتقب؟ يعني هل فوضت الكتلة لكل حزب يعني على حدة أن يقرر موقفه منفردا عن الآخرين، أم ماذا يجري هناك؟ نختار الشير هون بين القطب السياسي اللي احنا نتماوله وفي حزبين الآخرين، تجمع وحزب سؤال، هو إطار تشاوري. من القرارات السيادية تبقى في النهاية من استراتيجية كل حزب مأخوذ على الفرد. نحن تشاورنا في العموم يصب في مصلحة البلد، هذا بالنسبة للقطب. ولكن المواقف اللي شفت انت قبل ترك ما زالت الأحزاب تقواها على الفرد. إذن الحزب الوئام اجتمع كما اجتمع حزب تجمع وقبل قراره، حزب الوئام أيضا عدل اجتماعه وقبل قراره. إذن التشاور في ميثاق القطب السياسي اللي نحن فيه تشاور عام وعلى نقاط عامة،
وفي الوقت الحالي الموقف اللي هو على مستوى الحزب، وعلى كل حال هناك تشاور مستمر في القطب السياسي. طيب يعني ما موقف، ما فائدة التشاور فيما بينكم؟ وأنتم كل واحد منكم اتخذ قراره وانتهى الأمر، يعني ما معنى التشاور بينكم؟ احنا ما دمنا اتخذنا قرار في أحزاب منفردة، بطبيعة الحال القطب ناشر قرارات الحزب، الأحزاب اللي منضمة له. إذا القرار في النهاية دور يتبناها القطب السياسي اللي نحن فيه، الأحزاب عندها مكتبها التنفيذي. ولا تنسى اللي قلت لك ان هذا القطب هو تشاور نقاط عام ميثاقها، يبقى لكل حزب سياده في اتخاذ موقفه في امور جوهريه كمثل هذا. طيب يعني انتم من الاحزاب التي شاركت في الحوار السابق، يعني على حد علمنا الى اي حد ترون ان ما نفذ من مخرجات ذلك الحوار يعني تشجع على دخولكم في حوار جديد؟ يعني لا، احنا الحوار اللي كيف قلت في 2011 كانت فيه نقاط ايجابيه، لولا ذلك الحوار في 2011 لما حصل عليه الاتفاق. المهم اليوم هو ان احنا لاجئنا ان شاء الله في هذه المشاورات دور نطرح النواقص اللي خاصت بتطبيق ذاك الاتفاق. طيب ماذا نفهم من تحسين المنظومه التشريعيه اللي الموريتانيا كان يفاصل في تحسينها. كلما تخطينا مرحله في تحسين المنظومه التشريعيه، سواء كانت قوانين سن الجمعيه الوطنيه والله لا يتقبل فيها التنفيذيه قرار، هذا مهم. طيب لان احنا نعتبر ان في نواقص، ذاك الحوار في نواقص. يعني انت ترى انكم حققتم النقاط التي تحدثت عنها، تحسين في الترسانه القانونيه والى اخره من ذلك الحوار السابق، وهذا ما شجعكم على دخول الحوار الجديد. الان ماذا تريدون من هذا الحوار الجديد؟ نريد طرح بعض الامور الجوهريه تسبن من مثل احنا ماذا مثلا يعني كل القوانين الكامله اللي تم الموافقه عليها بعضها وافق عليه وقاعك قوانين بعضها وافق عليه مبدا ولم يخرج حتى الان كقوانين. ثم فيه ايضا بعض من الامور سواء كانت في 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 في, في الانتخابات، منظومه الانتخابات، سواء كانت في امور اخرى تتعلق بامور اللي تعني المنظومه القضائيه كيف تاكل واسعه، هذه امور توقفت في مرحله معينه رغم المصادقه عليها. اذا احنا ما دمنا ندخل في الحوار من جديد ننبهوا على ذيك النواقص في ذيك المنظومه. يعني هم ايضا عندنا احنا مكتبنا السياسي منصب حالا حول مسطرة للحوار يهيئها، دون نعرضه فيها ان شاء الله في الوقت المناسب النقاط اللي احنا نعتبرونها يعني انتم جديده للحوار. هذا يعني في نصف دقيقه، فمن هذا ان كل مشكلتكم تتعلق بالتشريعات يعني؟ لا لا، التشريعات هذا فقط قلت لك محور، ولكن محاور فيه الحكام، فيه مستقبل البلد، فيه الوحده الوطنيه، فيه امور مختلفه احنا ندخل في الحوار. سيد محمد النمين، عضو المكتب التنفيذي لحزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي، شكرا جزيلا لك. كنت شكرا، يعطيك العافيه. قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيدي والسالم ان التعليم العالي في موريتانيا يشكو بعض الاختلالات على المستويين العام والخاص. وتأتي انتقادات والسالم للتعليم في وقت يحتج فيه العشرات من أساتذة التعليم العالي بنواكشوط مطالبين بتنفيذ الاتفاق الموقع مع السلطات الموريتانية. نتابع المزيد ضمن هذا التقرير. وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيدي والسالم يقول إن التعليم العالي العام والخاص في موريتانيا يشكو بعض الاختلالات. وانتقد والسالم خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط ما سماه غياب المعايير اللازمة في بعض طواقم التدريس لدى بعض مؤسسات التعليم العالي وكذا آليات اختيار الطلاب. هذه هي الإشكالية تطرحها، يعني هم هذه الإشكالية تطرحها ولا تعود من التعليم العالي فوضى لكن يقسم الشهادات. وهذه الإشكالية مطروحة أن ما هو في المؤسسات العمومية، المؤسسات الخصوصية لا ينتشون نواكشوط واحدين معلقين بلانكارت عاطين ليسانس وماستر ودكتوراه. نمشي لهم احنا للرقابه، عندنا اداره ترقيه التعليم العالي المهني، يقولون احنا عطيتنا وزاره، عندنا رخصه من وزاره التكوين المهني. انا هذه خلبطه، ما في شيء ثاني يعني، في قضيه العموم تعود مضبوطه وتعود.
وتأتي انتقادات ولسالم للتعليم العالي بموريتانيا في وقت يحتج فيه عشرات أساتذة التعليم العالي من حين لآخر في نواكشوط لمطالبة السلطات الموريتانية بتنفيذ مضمون الاتفاق الموقع عليه عام 2009 وكذا زيادة 2015. طبعا احنا وقفتنا اليوم تجي في اطار سلسله الوقفات اللي قطعت لنا قدام الوزارات وقدام رئاسه الجمهوريه. مازلنا دائما عندنا نفس المطالب لان ما فات تحقق اي شيء يسوى شنو. مازلنا دائما بنفس الوتيره لان ظاهرنا على الدوله يا الله اللي نطالبوها به ظاهرنا انه يلا يعدل به اللي يلا يعود حق الاستاذ التعليم العالي واللي عاد فعلا متباركه مع اصلاحات يلا اصلاحات تبدا من استاذ التعليم العالي. لان اصلاح ما فيه استاذ التعليم العالي، ما فيه اصلاح وضعيه استاذ التعليم العالي ما يقدر يعود اصلاح 100%. يلا يفهموا على ان استاذ التعليم العالي هو محرك ذي منظومه التعليم العالي وان اي اصلاح يلا يبدا به هو. كما يطالب الاساتذه الذين عقدوا مؤتمرا صحفيا خلال الايام الاخيره بنواكشوط وزاره التعليم العالي بالاشراك في الخطط والاستراتيجيات التي قالوا انها تنتهجها دون ان تشركهم في ذلك. قالت رئيسة حزب الحراك الشبابي من أجل الوطن لالا منتشريف إن الحزب طوى صفحة من تاريخه وصفتها بالمظلمة. وأضافت منتشريف خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط أن حزب الحراك تجاوز كل خلافاته عبر الحوار. نتابع المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. حزب الحراك الشبابي من أجل الوطن يعلن عن طي صفحة خلافاته الداخلية التي قادته إلى أروقة المحاكم لأقل من عامين بقليل. الإعلان جاء خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط أكدت خلاله رئيسة الحزب الوزيرة السابقة والبرلمانية الحالية لالا بنت شريف أن الحزب تجاوز كل خلافاته ومشاكله الشخصية عبر الجلوس على طاولة الحوار. لا نطوي صفحة مظلمة، صفحة مخجلة من نضالنا السياسي غير طبيعي به للشباب. احنا سبب إجبارنا هون هو الاختلاف في الآراء، الاختلاف وجهات النظر. من الطبيعي ملينا تختلف وجهات نظرنا من جديد، خاصة لأننا ما لنا طابين على أننا نقود، وإحنا طابين لا على كنا نقاد. من الطبيعي أن نختلف فترة معينة يا غير ملي. هو أعطينا رسالة مهمة للمشهد السياسي، لأن الشباب استطاع هو زاد أن يحل مشاكل يجلس على طاولة واحدة للحوار. الأمين العام للحزب وقائد الجناح المناوئ لرئيسة الحزب قال إن الحزب بدأ صفحة جديدة من تاريخه السياسي وتجاوز خلافاته الداخلية بعد أسابيع من الحوار والتشاور، مضيفا أنه مقبل على حوار سياسي شامل، وأن ذلك يفرض ضرورة أن يتجاوز خلافاته ومشاكله الداخلية. حزب الحراك اليوم أطوى صفحة وفتح صفحة جديدة. حزب الحراك هذا اللي تعرفوا اللي كان موجود على الساحة السياسية وكان رقم صعب وكان معروف دوره اللي كان يقوم به وكان هو العميد أحزاب الشباب. هذا الحزب يوازع قبل طريقة ما هي بعد كنا نختاره غير لا إله إلا الله. المهم أنه الحمد لله بعدنا مع أخوتنا وناقشنا معهم على مدار ثلاث أسابيع وتوصلنا لحل جميع نقاط الحراك، ونختار نشكرهم على نيتهم اللي كانت صادقة والإرادة الجادة عندهم أنهم يتقلبوا على مشاكلهم. وكان حزب الحراك الشبابي من أجل الوطن قد شهد صراعا بين بعض أقطابه، وصل ردهات المحاكم وكاد أن يقضي عليه، حيث أضحى كل طرف يعلن تمسكه بالحزب ويعتبر نفسه ممثله الوحيد. وهي الصراعات ذاتها التي لا تزال تشهدها بعض الأحزاب السياسية في موريتانيا. أكدت إدارة شركة تازيازت في رسالة داخلية بعثت بها إلى العمال استعدادها للالتزام بتعليق التغييرات في الضريبة على الأجور والمكافآت والعلاوات. واقترحت الشركة استئناف العمل دون التوقيع على هذا البروتوكول داعية إلى استئناف التفاوض في غضون أسبوع على أبعد تقدير. نتابع التفاصيل في هذا التقرير.
كشفت إدارة شركة تازيازة الجمعة لعمالها عن مقترحها لحل أزمة الإضراب العمالي الذي يصل الجمعة يومه 18 دون أن يتوقف أو يشهد تراجعاً أو يفرض حلاً مقبولاً. وأكدت الشركة أنها واجهت تقليصاً في إنتاجها طيلة أسبوعين، كما خسر العمال رواتبهم وذلك بعد رفضها لمقترح من الحكومة الموريتانية بالحل. وأكدت إدارة الشركة في رسالة بعثت بها على العناوين الإلكترونية لعمالها عن استعدادها للالتزام بتعليق ما وصفته بالتغييرات المحدودة في الضريبة على الأجور والرواتب التي أعلنت عنها إدارة الشركة قبل الإضراب. واقترحت الشركة في مقترحها بأن تلتزم هي ومناديب العمال باستئناف العمل عند توقيع هذا البروتوكول، مردفة أنه يجب أن يستأنف تفاوض بعد أسبوع واحد على أبعد تقدير بعد توقيع الاتفاق المقترح، وتتعهد الشركة بأن يتم ذلك خلال أسبوعين على الأكثر. بيد أن المقترح الذي تقدمت به الشركة ينطوي على خطر التهديد بمتابعة العمال الذين شاركوا في الإضراب عبر التلويح باستخدام الإجراءات التدريبية، مع أن الشركة عبرت عن استعدادها لعدم تطبيق من الإجراءات التدريبية ضد العمال المضربين الذين استجابوا للمقترح المطروح. وكانت إدارة شركة كينروس تازياز قد رفضت مقترحا من الحكومة الموريتانية يتضمن تمديدا للاتفاق الموقع بين العمال وإدارة الشركة عقب إضراب 2012 والذي انتهى في ديسمبر 2015، وذلك لحين توقيع اتفاق جديد بين العمال والشركة، ويقول العمال إنهم متمسكون بحقوقهم التي ينص عليها ذلك الاتفاق. ومعنا في الاستديو باع عبد الفتاح الأمين العام السابق للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا بشركة تازياست. أهلا وسهلا. أهلا بكم. وسهلا. بداية، أين وصلت بالضبط أزمة عمال شركة تازياست الآن؟ وصلت إلى ما هي عليه اليوم، وهو تعنت الشركة وتماديها في خرق القانون، وبالمقابل العمال مستعدين ومرحبين بالقرار الحكومي اللي جاء، مرحبين به 100%، إلا أن الشركة هامها أعلنها بالمقابل اللي هي عندها القرار تعود قابضة منه تعاقب مادة تدافع عن حقها في المادة 3 من الاتفاقية الجماعية اللي معدلة معهم، والتقرير المادة الاتفاقية الجماعية ما يقدي الصح ما هو بالتفاوض مع العمال، يعودون يعني العمال ما 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 الله الشركة تقبل عرض الحائط الاتفاقية اللي معدلة معها وتقول أنا تعاقب من تعاقب مادة تدافع عن حقها. طيب يعني هي لماذا يعني كيف ترى المقترحات التي تقدمت بها الشركة؟ هي قدمت الشركة وقالت بأنها ستعلق ذلك القرار القاضي بنقص الرواتب وتوقيف الأجور وإلى آخره، وداخلة في مفاوضات في مهلة أقصاها أسبوع. أعتقد أن هذا عرض يعني مرحبين بالعرض على كل حال. اليوم العمال الشركة مرحبين به بعد قرارات مكتوب عرض ما يقدر شفيه وما يقدر يعود مالي منه مالي من مراوغات. هذا ليس قرار، هذا اتفاق يوقف الإضراب اتفاق لماذا ما يعود مكتوب؟ مرحبا بي والسند مكتوب، مرحبا بي والسند مكتوب، والعمال نيابه عنهم يعود القضيه مكتوبه مرحبا بي، يقرر انهم يعاقبوا من جماعه على انها دافعت عن حقها العمال المهم اللي قبله يطلعوا عليه امر شفهي. لماذا هم راح يرقدوا؟ لم تذكر انها ستعاقب احد على ما اعتقد، قالت الاتفاقيه اللي رسلت للمفتش شغل. يعني هي قالت بانها ستفاوض على مدار اسبوع واذا ما ستتوصلون اليه، وفي ذلك في انتظار ذلك ستوقف تلك النقص، سيبقى كل شيء على حاله وستناقشون وبعد ان تتفقوا ستكتبون اتفاقكم. لكن يعني اعتقد ما مشكلتكم هم يعني ما يقدروا يرجعوا ما هو شيء مكتوب لهم انهم يرجعوا لي. هم اللي قالت الدور قالت واضح، قالت عن مشت نقاط اربعه، العمال مرحبا بهم واداره الشغل مرحبا بهم اللي هي المسؤول الاول عن تطبيق القانون، الا عن الشركه رافضه وهامها عن تعاقب جماعه اخرى على انها دافعت عن حقها. طيب في هذا السياق برايك يعني لماذا رفضت الشركه مقترح الحكومه مع ان البعض يرى انه ينصفها اكثر مما يخدم العمال؟ لا ارى في الحقيقه، لا ارى ان الشركه لم تماديها لطبع لي الشركه متماديه على خرق القانون. هي راك حالا هي الاسباب شنو هي اللي شعلت كاع القضيه كامله؟ لان يعني انهم مده معده اتفاقيه متوافقه معها يجي رجاج اخرى كذا يقولوها، لان الماده 3 من الاتفاقيه تقول عنها الاتفاقيه ما تقير شيء ما متوافقين عليه. طيب لماذا رفضت الشركه عرض الحكومه الان؟ عرض الشركه رافضه لم تماديها كامل، لماذا ترفضها؟ خليك لي لماذا ترفضها؟ رافضتها بها اللي يعني الاتفاقيه اللي دهام الدوله هي ما ترى فيها مصلحه بها اللي هامها تلزمها على 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 توقيع
تعهد هي ما بعد توقيع التعهد الا تعهد اذن جايب الدوله كامل اعلنها ما تقبل طالب حقه واعلنها ترجع عن قرارها بشيء مكتوب ما ترجع عنه هكذا بطريقه شفهيه والله نفاوض نخش معكم ما تداود نخش تفاوض قضيه ازمها اخبار اتفاقيه واخبار الجو السلمي داخل التازياست بين العمال نهانهم اللي هانا اللي قاع ما لو انهم هو قاع جو اجتماعي ايجابي عليهم الفضاء قاع ملاقايا به. طيب ما لو فوق المنتظر امام الاضراب وقد تعثرت كافه جهود الحل يعني على ما يبدو لحد الساعه. الافاق المستقبليه للقضيه بسيطه على ان الشركه تكتب بطريقه اداريه بالتزامها بدرجات لها الحكومه والعمال يطلعوا لا ازيد. ما دامت هي ما كتبت القضيه وهامها تابع مدى دافع عن حقوقها العمال وملمهم ليس استجابوا هكذا للقضية. طيب كيف ترى جهود النقابات والكونفدراليات العمالية في سبيل تسوية هذا الموضوع؟ ما بخلش على 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 كامل ما بخلش حقيقة النقابات كامل والحكومة اللي نيابة عن عمال تازياس مذمنين الجهود اللي قامت بهم الحكومة في هاي الأزمة اللي هي. يعني ماذا قدموا؟ قدموا أولا السلم. هذا الحمد لله ما خلت أي مشكلة في تازياس اليوم. قدموا على انهم مطبقين القانون 100 في قانون الاضرام 100% لان الشركه اللي عندها في الحق التعامل ما عندها مشكله ما عندها هذا فيما يخص الحكومه ماذا قدمت الكونفدراليات والنقابات؟ الكونفدراليات قدموا الدعم القانوني وهذا يكفي المناديب مسند القانون النقابات يعود النقابات يرشدوهم ارشاد ايجابي عليهم ويعطيهم خطوات القانونيه اللي يلا يتخذوا مع الشركه ومع اداره الشغل ومع الحكومه هذا كيف؟ طيب السيد باع عبد الفتاح الامين العام السابق للكونفدراليه العامه لعمال موريتانيا بشركه تازياس شكرا جزيلا لك كنت شكرا ضيئة. لكم يعطيك العافيه الى شان الفلسطيني حيث ادى 100,000 مصلي صلاه الجمعه الاولى من رمضان في المسجد الاقصى المبارك وسط اجراءات امنيه صهيونيه مشدده في مدينه القدس الشريفه خصوصا في البلده القديمه وقبل اقامه الصلاه بساعات نصبت القوات الإسرائيلية حواجز لمنع وصول المصلين وخلق عراقيل تحول دون أداء المسلمين الصلاة في أولى القبلتين نتابع أدى 100,000 مصل صلاة الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الأقصى المبارك وسط إجراءات أمنية صهيونية مشددة في مدينة القدس خصوصا في البلدة القديمة ونصبت سلطات الاحتلال الحواجز على الشوارع والطرقات المؤدية إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى وقامت بالتدقيق في هويات المصلين من جانبه هنأ خطيب المسجد الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينة المصلين بقدوم شهر رمضان المبارك والصلاة في المسجد الأقصى رغم كل الآلام والمعيقات الصهيونية التي وضعت أمام المصلين للحد من وصولهم إليه وقال يا من وفدتم إلى الأقصى إن وجودكم ورباطكم هو الذي يحمي أرضكم ومقدساتكم ومسجدكم لقد أثبتتم للعالم أجمع أنكم أصحاب الأرض ولا ينازعكم فيها إلا ظالم وأكد فضيلته أن ضعف الأمة الإسلامية هو الذي شجع الاحتلال على السيطرة على الأرض المقدسة داعيا إلى التمسك بدين الله لأنه طريق العزة والتمكين كما دعا المسلمين إلى سحب أموالهم من بنوك أوروبا وطالب بإطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال داعيا أهل فلسطين إلى الصبر والثبات إزاء الاعتداءات وممارسات الاحتلال كما شدد على أهمية تحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام والاعتصام بحبل الله فالمسجد الأقصى يشكو ظلم الظالمين كما جاء في تعبيره وكانت سلطات الاحتلال منعت صباح اليوم الجمعة آلاف المواطنين الفلسطينيين من دخول مدينة القدس التي تشهد توافدا من مختلف محافظات الضفة الغربية لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى وسط تشديدات أمنية إسرائيلية وبحسب وكالة الأناضول فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت الرجال دون سن 45 عاما من دخول القدس رغم حيازتهم تصاريح خاصة طبقا لقرار حكومة الاحتلال التي فرضت قيودا على دخول الفلسطينيين إلى المدينة عقب مقتل 4 صهاينة في عملية إطلاق نار نفذها فدائيان بمدينة تل أبيب وكانت أعلنت الشرطة الإسرائيلية أمس الخميس أنها ستنشر الآلاف من عناصرها في مدينة القدس اليوم الجمعة كونه سيشهد وصول عشرات الآلاف من الفلسطينيين لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان بالمسجد الأقصى أطلقت هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية برنامجها الخاص بإفطار الصائم في نواكشوط وقالت رئيسة مكتب الهيئة بموريتانيا مسعودة بنت بحام إن عملية الإفطار تستفيد منها أكثر من 1,000 أسرة محتاجة
وتتضمن التوزيعات المواد الغذائية الأكثر استهلاكا في موريتانيا خلال شهر رمضان المبارك. هذا البرنامج ذي السنة يستهدف أكثر من 1100 أسرة موريتانية محتاجة. المواد المقسمة هي المواد الأكثر استخدام في هذا الشهر الكريم، اللي هي السكر والتمر والحليب والطحين والشاي طبعا، واللي مستخدم حتى عند المجتمع الموريتاني. والعملية متواصلة الحمد لله، إلى حد الساعة تم التوزيع لأكثر من 456 مستفيد، وتتواصل العملية الحمد لله بدون مشكل. وطبعا أشكر السلطات الأمنية اللي واكبتنا في هذه العملية، والإدارة بصفة عامة، وطبعا الشكر موصول للخيرين من المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا. وإن شاء الله هي عندها العديد من البرامج، هذه من برامجها الموسمية، عندها العديد من برامج، منها البرامج الهندسية. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي يقرر في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي المشاركة في الحوار السياسي المرتقب. شركة تازياز تؤكد في رسالة لها إلى العمال استعدادها للالتزام بتعليق التغييرات في الضريبة على الأجور. وزير التعليم العالي يقول إن التعليم العالي بموريتانيا يشكو بعض الاختلالات على المستويين العمومي والخصوصي. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. شكرا لحسن المتابعة، السلام عليكم.